ولكن شوف الحارس ما فما حتى خطا، فما حتى فاول. ممكن هو تكتيكيا بوفون يحب يريح شويه، لانه فهم سيشر الموريسي 45 سنه، سنته الدوليه الاخيره، احالت او احال هذا الاختيار. يمشي شيخاوي، يا ولد يا ولد يا ولد، فماش اوفسايد، فماش اوفسايد، فماش تسلل. المهم حط كرة في الشبكة، المهم حط الكرة في الشبكة. منتخب تونس قادر على تجاوز الدفاع غير الاستوائي، لذلك قلت هي المتناقضات. هو أقل فريق قبل الأهداف في المجموعات في الجروب، ولكن كي تشوف الملاعبية وكي تشوف النصور ستحلق في باطة من أجل المرة أزمة. رغم غياب الجمهور عن الملاعب، رغم تراجع الكرة في آخر السنوات لضعف الإمكانيات بل انعدام الإمكانيات، تأخر في البنية التحتية، ولكن البديل امشي بالكرة، امشي بالكرة. اه يا عكايشي، لاباتشي لاباتشي لاباتشي، حتى هذه الكرة مش ممكن، وفيها الكرة الحكم يكون خطأ. اودينا اودينا عاد رشيد رقرسان، من منين يراه النار بدات تضرب وتقدح، يحاول يوقف الفريق. هذه كرة خطيرة، توغلات، لذلك انا نقول دخل منصر على اليمين في وقت من الاوقات، مساكني على اليسار واللعبه ماشيه مليح. فماش لمسكم من غامروش، نحبوا المركيو بونتونو نترشحوا. امشي يا حمزه عاون معلول، يمشي في الرواق، يمشي حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي. حكام يقول ما فماش خطا، ترجع الكره يضغطوها بالخازري، يلعب كل قلب وتخاف على ورقه اخرى لا قدر الله. ولكن الاشكال ايضا اللي باش يدخل سواء حسين ناطر او الساحي، شوف فيهم تقريب ستيل متاع فرجاني. الكرة مرة أخرى للفريق الغيني، أضغط يا خسري، أضغط يا خسري. لا عاد، لا عاد يا رجين، لا عاد، لازم نحطوا كرة في الشبكة الأولاد. تقلق برشا، تتأخر البونت، وإن شاء الله نحطوا كرة في الشبكة. ترجع الكرة مرة أخرى، شفما شفما، هدي هدي شيخاوي هدي، رغم أنه القائد لازم يحكي، لكن مش مشكل. راجين دراس لليسار، سيبو، مباراة رقم 17، تقريبا أكثر اللاعبين تجارب في المنتخب الغيني الاستوائي. ترجع الكرة عن كرة في رأيي، هذه هي، هذه لعبتها من وهبي الخزري، هذا بالراس، برافو راقد، في خطا لحسين، في خطا لحسين الراقد. حسين الراقد في الـ في الـ في, الـ في المباراة. احترام، امشي يا مثلوثي، ادخل يا مثلوثي، اشتغل، برافو، ممتازة حمزة، ممتازة حمزة. والكرة للممثل فيليبو بولو. ترجع الكرة للدفاع غير الاستوائي، هو فيليبو بولو، شوف فيليبو بولو. ترجع الكرة للفريق غير الاستوائي، مباراة تمشي فيها 20 دقيقة في الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت منتخبا غير الاستوائي. شوف غير الاستوائية 6 فاولات فقط، تونس 27 فوط عمل، واضح انه فريق اجريسيف يلعب ويدخل في الديوان. شيخاوي خرج على اليمين، ايه يا برشا، تمشي كرة حمزة، حمزة مثلوثي، بوزع كرة، والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي عن طريق العكاشي. جول 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 عاصو، المنتخب الوطني التونسي يفتح باب التسجيل. دابن يونس لما جاوب من بعيد، لما كانت إصابات جول إمام وباقي الرفاق، لما خسرنا الماتشات الودية ضد المغرب ومصر والفريق بعدها تقلب، الفريق مشى للكان، تعثر في البداية من موزمبيق، خسرنا من غانا، ثم كان ميلاد المنتخب الكبير في دوربان ضد الفريق اللي كان نجم البطولة. نفس كورة معلول، يا مدلعهم يا مدمرهم يا مشيخهم يا ماذا. 1-0، ترجع الكورة مرة أخرى، ضرري وبن يحيى وهركان ومعلول، وخسرنا الرهان أمام الأشقاء الليبيين في استاد تريبولي. جاب 96، مشينا لأقصى الحدود، تجاوز بن يحيى وهركان ومعلول، وخسرنا الرهان أمام الأشقاء الليبيين في حدودنا، وصلنا للنهائي، ولكن في أرض البافانا أرض الأولاد انهزمنا في مرماك يا الواعر. أيامك ترجع الكرة مرة أخرى، مقطوعة مقطوعة ليعقوب ماتش العمر، وفي خطأ يا رجين، ضربوا يا درابرسار،
منصر ورقم 11 في المنتخب الوطني التونسي، 11 أمين الشرميتي والسوبر سونيك بذكريات القاهرة في ماتش علقت عليه 9 نوفمبر 2007 لليوم حامل في الاستقلال اللي لعب في 57 نهائي الألعاب العربية. بعد 6 شهور من استقلال تونس لعبنا فينال كوباراب في 63 هزيناها في بيروت أمام الفريق اللبناني بهدف للاعب رؤوف بن عمر لاعب النجم الرياضي الساحلي. نعم 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 85 دقيقة، نعم هذه ذكرى من مجموع ذكريات شرميتي ورقة صفراء، شرميتي ولا شيخاوي. الجزائر على الكوت ديفوار 80% البطولة هذه ستكون مغاربية، لأنه في الطريق يبقى لنا كان المنتخب الإيفواري صحيح، وقتها لو تيح الكوت ديفوار يبقى كان المنتخب الغاني. إذن مهم جدا الفريق الجزائري ينظف الطريق نفسه والتونس، واللي يربح صحة ليه، وإن شاء الله النصور ستفوز. نرجع بالمباراة، نرجع للقاء، 87 دقيقة في زمن اللقاء، 1-0 للنصور القرطاجنية. أحفاده قرطاج يا تقوى تيم، الجواب ظهر من عنوانه، يمشي بالكرة في خط يا رجيل يا رجيل، راهو تاكل يا رجيل، رايس وش تقول مشطة يا رجيل، علاش تقول فيا؟ مجموعة بانتصار وزوز تعادلات في المركز الأول، ثم في الربع النهائي والخطوة الثالثة نقترب، ولكن ليس بعد. خطأ الأهلي منتخب غير الاستواية، الفريق المحلي ينفي بآخر أوراقه في المباراة. فما تسلل، خلص خلص خلص، خسارة 2015 ليس شرميتي 2007. لا لا لا، توتر من الحارس فيليبي أوفون، خسارة يا مين، خسارة 90 دقيقة آخر مباراة. قص عليه برافو يعقوب، يقدم في مباراة ممتازة والكرة ترجع مرة أخرى. رد بالك شو يعمل؟ مش منطق ما هذه الكرة، مش ممكن ما يحدث في كرة افريقيا في كرة افريقيا، مش ممكن على حكم يتخاذل ويعطي ضربة جزاء هدية، ما فيها شيء، مش معقول مش ممكن كرة افريقيا بهذه الطريقة، مش ممكن لإرضاء رئيس الكاف أو لإرضاء رئيس الدولة، مش ممكن راشيد رابرسار، شوف الكرة أمامك فما زاد شوية خبط يا مكوثي، يستنينا هو في الدورة، ماذا تفعل؟ كرة بعيدة، كرة ميتة، الحكم يعطيه البينالتي في باطا، لو طاح في ملابو يعطيه البينالتي في باطا، يمشي كرة، يشوطها ويعدل النتيجة، إكسترا تايم، يعدل النتيجة الفريق الغير الاستوائي، حرام صراحة، حرام الشيخاوي، شيخاوي المنتخب التونسي، يمشي كرة الفريق غير الاستوائية. أرجع الكرة عن طريق هدف التعادل بالبوة، هو كرة المنتخب التونسي والحكم يقول خطأ، فاول ضد الفرجاني، فاول وخطا ضد الفرجاني، إن شاء الله نركز ونهداو لأن المباراة يا أخي ظلم صارخ، ظلم فاضح، هذا قرار فاضح في الطريق العام في ملعب أمام الأعين الملايين المليارات اللي تبعوا في المباراة. ورقة صفرة في دي، ورقة حمراء يا الأولاد، اهدا ورانا مخسرناش، تمشي كرة للفريق الغير الاستوائي. طبعا أنا مانيش اللوم على اللاعبين صراحة، حتى التوتر هذا إن شاء الله ربي يهديهم ويهداو، لكن يا أخي سرق منهم انتصارهم المستحق في 90 دقيقة. مش معقول الغيني يتعادل بهدف تعادل سجله راشيد رابرسار، سيشر راشيد رابرسار أمامكم في الصورة، هو اللي عدل نتيجة الغيني الاستوائية. نرجع هشام الاستوديو بعد الفاصل. شكرا هشام. الوقت الإضافي الأول والشوط الثالث في المباراة، 1-1 تونس غينيا الاستوائية في ربع نهائي استاديو دوباتا. هدف حذاري الآن الفريق الغينيا الاستوائي، هو كرة ستعود على خطأ ضد عبد النور،
الان بصراحه اختبار لشخصيه اللاعبين بتاعنا. نعرف سيناريو قاسي، ولكنك اولى قبل الكوره. احنا عام 98 في الربع النهائي، عبد النور ضربات الترجيح، واربع مرات من سبع مرات اكسترا تايم تعادلنا 1-1. ترجع الكره منتخب تونسي، فما خطا ما عادش مسافر شيء الحكم. عبد الكره فرجاني لمحمد علي منصر، تقطع من الدفاع. ترجع الكره منتخب التونسي، يمشي حتى مكتوفي، فيها خطا مش ممكن، مش ممكن. اخرجوا يا الاولاد، اعطيهم الماتش، اعطيهم الماتش، مش ممكن. الكره غطي مليح، غطي مليح. يمشي الكره حذاري عن طريق بنور تبالك، والدفاع وفي خطا، في خطا للفريق اللي الاستواء اللي خاف فيه بنور. صفر بنور، فاول. يمشي كرة المنتخب الغيني، التسديدة، الهدف الثاني، الهدف الثاني للفريق الغيني الاستوائي، الهدف الثاني لمنيا. تمشي الكرة، خطا للمنتخب الغيني الاستوائي، خطا لمحمد علي منصر. وقت يتعدى ضد المنتخب التونسي، يصعب على أي فريق صراحة يكون خلاص بالنسبة للنهائي نهار الخميس. 93 دقيقة أمور ماشية، يسرق منه اتصال ويدرك الطريق. لاعب في الوقت الإضافي الثاني لجاسوس واحد لغينيا، يمشي بالبوة، هو في خطأ، في خطأ للمنتخب، يمشي بالكرة معلول، وكرة لعلي معلول، تمشي كرة على طريق شيخاوي، مش حد هيا بطلنا من 120 هكا، هو 2-1 غينيا. هيا بطلنا من 120 هكا، هو 2-1 غينيا. تفجع اكثر ان شاء الله ركنيه على الاقل، انا وفات فات 120 دقيقه، اخر كوره ركنيه. مش يعطيه الكرة، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. شيء يندله الجبين يا مالك، شيء يندله الجبين، سيندله الجبين. ريت واحد كيبدا عامل عملة، يا 60,000 ورقة حمراء خرجها. 45 سنة حكم دولي أخير، دريت يبدا مع الناس تثقل في الاتحاد الافريقي، يكوروا بيك كما يحب. سامحوني في الكلمه الدارجه.